خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، ولاعب منتخب مصر لالعاب القوى اسلام عبد المعين عمل انجاز رياضي كبير بفوزه بالمركز الاول والميداليه الذهبيه في بطوله العالم في لعبه ارنولد كلاسيك للمصارعه الامريكيه والمقامه في الولايات المتحده. صحيح، يعني حاجه بتضاف لنا في سجل ابطالنا المصريين في الخارج. اللاعب اسلام عبد المعين ابن محافظه الاسكندريه وصل بعد مشوار طويل من الشغل والتعب والتمارين علشان يحقق أمنية غالية جدا ويرفع علم بلده علم مصر في هذه البطولة اللي بيشارك فيها أهم الأسماء في لعبة كمال الأجسام وألعاب القوى في العالم. وسط منافسات قوية بمشاركة لاعبين من 60 دولة، تمكن اللاعب إسلام عبد المعين لاعب منتخب ألعاب القوى المصري من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم في لعبة أرنولد كلاسيك للمصارعة الأمريكية والمقامة في الولايات المتحدة. البطل إسلام عبد المعين حصل على المركز الأول ليحقق أمنيته برفع علم مصر أمام العالم بعد منافسات قوية تغلب عليها بالاستعداد والتمرين المكثف، خاصة أن بطولة أرنولد كلاسيك للمصارعة الأمريكية 2023 يشارك بها أكبر الأسماء في كمال الأجسام بما في ذلك البطل ديكستر جاكسون وسيدريك ماكميلن وويليام بونك. وجاء فوز اللاعب إسلام عبد المعين ابن محافظة الإسكندرية بعد أن حصل على ميداليتين ذهب استطاع من خلالهما الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة بعد فوزه في لعبتي البنش بريست والديد ليفت خلال مشاركته في مستر أولمبيا 2022 فئة القوى البدنية، وكذلك الميداليتين الذهبية والفضية في بطولة مستر أولمبيا في أمريكا أورلاندو 2021. فاز إسلام عبد المعين كذلك بالعديد من ألقاب كمال الأجسام على مر السنوات لكونه معروف بحجمه العضلي، وقال عنه سيدريك ماكميلن إنه أحد المخضرمين في هذه الرياضة وقد جعلته لياقته البدنية القوية والرائعة من المميزين في تلك البطولة. زي ما تابعنا مع حضراتكم في سياق التقرير، البطل المصري إسلام عبد المعين لاعب منتخب ألعاب القوى اللي قدر أنه يحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم في لعبة أرنولد كلاسيك للمصارعة الأمريكية. وزي ما كنا بنسمع في التقرير منافسة كانت قوية جدا، شفنا كمان آراء اللاعبين الكبار العالميين في إسلام، كمان هذه اللعبة كانت بمشاركة 60 دولة. عندنا بيجرامي جديد نتمنى ان يبقى عندنا اكتر من اسلام واكتر من بيجرامي. عندنا في الحقيقه في طفره يا جماعه في الاربع خمس سنين اللي فاتوا دي في عدد كبير جدا من الالعاب. طبعا النصيب الاكبر بيروح لكره القدم، ولكن الرياضات الشهيده اللي زي دي والرياضات الاولمبيه وحتى البارالمبيه عندنا فيها طفره كبيره جدا، وانا مبسوط ان حتى على مستوى الولايات المتحده الامريكيه مستوى العالم في لعبه زي دي بيتابعها ملايين الناس اللي عندها شغف بالقصه دي يستطيع بطل مصر جديد طبعا اكيد يعني. بس خلينا بقى نعرف تفاصيل اكتر من اسلام عبد المعين شخصيا اللي معانا دلوقتي من الولايات المتحده الامريكيه معانا عبر زوم. اسلام صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر والف مبروك. صباح النور على اهل مصر واهل بلدي، صباح الخير عليك يا جمانه، صباح الخير عليك يا مصطفى، مبروك الف مبروك. طبعا انا من امريكا الله يبارك في حضرتك، وانا فرحان جدا اللي انا طالع مع صباح الخير يا مصر طبعا وسط اهلي وناسي وبلدي والناس اللي بتحبني، وبحمد ربنا واشكره اللي المصريين دايما بتعمل بصمه وعلامه في اي حته في جميع انحاء العالم. دي حقيقه يعني اسلام، الحقيقه يعني احنا كمان فخورين بيك جدا، حتى يمكن نبره صوتك في حد ذاتها موصله لنا قد ايه انت فخور وقد ايه انت مبسوط. ويمكن كمان واحنا بنتكلم عن الفخر وبنتكلم عن لعبه ارنولد كلاسيك، يعني ممكن نبقى الناس حابة تعرف تفاصيل أكتر عن اللعبة دي واللي قدرت توصل فيها وتحصل فيها على المركز الأول والميدالية الذهبية فيها، كلمنا أكتر عنها. طبعا أنا بحمد ربنا وأشكر فضله، وأنا تأهلت لبطولة أرنولد كلاسيك على بطل مستر أولمبيا 2022، وطبعا دي كانت من أقوى البطولات بطولات المحترفين. فاللي أنا أتأهل في بطولة أرنولد كلاسيك للمصارعة الناس ريسلينج المصارعة الأمريكية، دي بتبقى تاني مرحله قبل بطوله
سترونج مان، اقوى رجل في العالم. فدي بتبقى مراحل على اساس الاختيار بيجي فيها على حسب البطولات المحترفين. اسلام، يبدو ان احنا فقدنا الاتصال باسلام، واكيد هنحاول ان احنا نتواصل معاه مره تانية. يعني حسب حتى ما لو فهمت بالظبط ايه، حسب ما فهمت منه ان المفروض دي البطوله اللي بتكون قبل بطوله سترونج مان او اقوى رجل في العالم. واحنا بنتكلم ان عندنا ابطال الحقيقه يشرفوا، وزي ما انت كنت بتتكلم يا مصطفى فكره الالعاب الفرديه. أيوة. عندنا الالعاب الفرديه في مصر احنا بجد متميزين فيها جدا ومتفردين فيها جدا، لكن تبقى كل الانظار منصرفه لكره القدم. ايوه بالظبط كده. نرجع تاني لاسلام. اسلام اهلا بيك مره تانيه، سمعنا كويس؟ سامع حضرتك كويس، ربنا يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب انت كنت بتقول لجمانة ان احنا ان انت هتتاهل لبطوله تانيه وانك بتجهز ليها وان دي بتعد احد البطولات المؤهله ليها. بتستعد ازاي يعني؟ والنصر في هذه البطوله، بطوله ارنولد كلاسيك، بيمثل ايه برضو او بيضيف ايه للعبه او ليك او لمصر؟ الصوت مش واضح. طيب مره تانية، انت البطوله دي اللي هي بطوله ارنولد كلاسيك، المكسب فيها او النصر فيها بالنسبه لك وبالنسبه لمصر؟ ارنولد كلاسيك بطوله طبعا عالميه، اتلعبت سنه 89، بتلعب من سنه 89. بطوله قويه جدا، بيشارك فيها جميع الالعاب الرياضيه على مستوى العالم، بطوله احترافيه في اكثر من 60 دوله. بطوله ارنولد كلاسيك من البطولات اللي هي مميزه، مش اي حد بيلعب البطوله دي لازم يكون لاعب محترف.